ينضم إلينا من بئر السبع طالب الصانع العضو العربي السابق في الكنيست ورئيس الحزب الديمقراطي العربي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد طالب. سأبدأ معك بأنه هذه الأحداث وهذه التظاهرات ليست الأولى في الجانب الإسرائيلي، وكانت هناك احتجاجات سابقة كثيرة على فساد نتنياهو وأيضا احتجاجا على وجوده في السلطة. كيف يمكن أن تؤثر الآن هذه الأحداث في حظوظ نتنياهو في المرحلة القادمة خلال الساعات القادمة مع افتتاح الصناديق؟ هل من الممكن أن تؤثر فعليا؟ احتجاجات هي تمثل المعارضة التي يجب أن تكون في البرلمان ولتصوت ضد منح الثقة لبنيامين نتنياهو وتحول دون استمرار في منصب رئيس الحكومة. ولكن في ظل الفشل على مدار 3 جولات انتخابية فانتقلت المعارضة من البرلمان إلى الميدان، وكان هذا الحراك الشعبي المستمر والمناهض لنتنياهو. ولكن هذه المعركة الانتخابية ستحسم الأمر فيما لو نجحت المعارضة بإزاحة نتنياهو، فهذا يعني بأن هذه المظاهرات حققت الهدف. ولكن إذا حصل نتنياهو بإئتلافه بتشكيل حكومة من 61 أي بأغلبية برلمانية، فرأيي بأنه يستطيع أن يحكم. حتى لو استمرت هذه المظاهرات فلن تكون لها ذاك الصدى، لأن الشعب قال كلمته وأن نتنياهو حصل على الأغلبية المطلوبة. حتى الآن لم يحصل على الأغلبية ولم تحسم المعركة على المستوى البرلماني، فانتقل النضال على المستوى الميداني. طيب الآن إذا أردنا الحديث على مستوى البرلمان ومستوى الأحزاب الإسرائيلية بشكل عام بالإضافة إلى القائمة العربية وأيضا حظوظ العرب في هذه الانتخابات، هل من الممكن الحديث بأنه سيحدث هناك تأثيرات أو لربما تغييرات ستؤدي إلى على الأقل يعني إيجاد نقاط جديدة للحديث عن تشكيل الحكومة الائتلافية، وأن يتكرر ربما السيناريو السابق في الانتخابات الإسرائيلية السابقة؟ كل الاستطلاعات حتى الآن تشير إلى أن لا يوجد طرف يستطيع حسم هذه الانتخابات، وأن نتنياهو لن يحصل على الأغلبية المنشودة 61 التي يصب إليها. ولكن حتى الانتخابات في هذه الفترة الزمنية بالإمكان أن تحدث تغييرات. كان ذلك في انتخابات سابقة عندما كانت المعارضة تحظى بأغلبية، ولكن خلال 48 ساعة الأخيرة استطاع نتنياهو قلب المعادلة. إذن في ظل أن الفارق هو فارق بسيط بين المعسكرين، يعني فأن أي مقعد إضافي بالإمكان أن يحسم هذه الانتخابات، إضافة إلى أن هنالك حزبين لم يكررا لأي من المعسكرين سينضما، وهو نفتالي بنت والقائمة العربية الموحدة. هذين الحزبين منحا نفسهما ساحة من المناورة والحراك بدون أن يقعا في فخ هذا المعسكر أو ذاك المعسكر، وبالتالي سيكون لهم دور كبير في التأثير من سيكون رئيس الحكومة القادم. طيب بالحديث عن القائمة العربية الموحدة، ولكن البعض أشار إلى الانقسام في هذه القائمة الذي ربما سيؤثر بشكل أو بآخر في حظوظ العرب في الانتخابات الإسرائيلية القادمة، خصوصا مع إعلان منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة انفصاله عن القائمة المشتركة وخوض الانتخابات أيضا بقائمة قادمة مستقلة. الآن في ظل يعني هذين الحزبين اللذين تحدثت عنهما، هل من الممكن إيجاد ضغوط لربما في المرحلة القادمة، أم أنه الانتظار الآن يعتمد على خطوات تكتيكية لهذين الحزبين للدخول في لربما أيضا اتفاقية كما حدث في السابق مع الحكومة التي لربما سيشكلها نتنياهو؟ كما تفضلت في القائمة المشتركة انقسمت على ذاتها وتشكلت الآن القائمة المشتركة والقائمة الموحدة. القائمة المشتركة برئاسة أيمن عودي وهي ستكون القائمة الأكبر وقد تصل إلى 8 إلى 9 أعضاء كنيست كما تشير الاستطلاعات، مقابل القائمة العربية الموحدة التي يعني تترنح حول نسبة الحتم، ولكن أتوقع أنها ستفوز ب4 مقاعد على الأقل. القائمة المشتركة برئاسة أيمن عودي اتخذت قرارها بأنها ستكون ضمن معسكر يائير لقيد المناهض لبنيامين نتنياهو، لكن القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس تركت الباب مفتوحا والخيارات مفتوحة، وبالتالي قد تنضم لهذا الطرف أو ذاك وفقا لنتائج الانتخابات.
الانتخابات كما قلت حتى الآن غير محسومة، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه قد نكون على أبواب انتخابات خامسة في إسرائيل. هل سيستطيع نتنياهو من خلال الوعود اللي يطلقها سيد طالب بالمزيد من التطبيع مع الدول العربية ودول إسلامية، وبأنه سيكون هناك لربما تعاطي أكثر واستقرار أكثر في المرحلة القادمة، هذه الوعود التي يطلقها نتنياهو هل ستؤثر في الشارع؟ هل ستؤثر في تعاطي أيضا الأحزاب السياسية وتعاطي أيضا الناخب في إسرائيل في الداخل الإسرائيلي مع إعطاء صوته في هذه المرحلة القادمة؟ أستبعد نتنياهو يستطيع الآن أن يسحب مؤيدي اليمين مثل المؤيدين للسعر، ويؤدي إلى تراجع في حجم التمثيل لحزب جدعون سار المنافس لنتنياهو، وقد يقوم بحملة لاستقطاب المؤيدين لنفتالي بنت بحجة أنه نفتالي بنت سيدعم لبيد وسيذهب إلى اليسار، وبالتالي لن يستقطب من المعسكرات أخرى. والآن اللعبة ستكون داخل وضمن المعسكر الواحد، يعني سواء نفتالي بنت المحسوب على نتنياهو قد يأخذ من حزب نفتالي بنت يزيد في الليكود، ولكن المعسكر لبنيامين نتنياهو لن يزداد، وإنما ستكون لعبة بداخل نفس المعسكر. أشكرك على هذه المشاركة من بئر السبع، كنت معنا طالب الصانع العضو العربي السابق في الكنيسة ورئيس الحزب الديمقراطي العربي، شكرا جزيلا لك.